نسلط الضوء على نقطة هامة، عملية الكرامة بنيت على مكافحة الإرهاب، وهذا هو الشعار الذي كان دائما ما يرفعونه، ولكن لم نرى طائرة تنطلق تقصف هذا الرتل، لم نرى مواجهة عسكرية بالمعنى الذي يعني تقوم به أي قوة عسكرية تكافح الإرهاب. على العكس، هم وفروا الممرة الآمنة لهذا الرتل العسكري التابع لتنظيم الدولة كي يلتحق بالجنوب. طبعا الهدف مثلما أشرت هو تشتيت قوى الثوار، لكن نحن نقول يعني شيء من الناحية العسكرية، القوة الضاربة هي موجودة في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والجنوبية، هذه قوة عسكرية ضاربة بمعنى الكلمة، وإلى الآن لم تقل كلمتها الحقيقية بخصوص المواجهة مع عملية الكرامة. لو هذه القوة أرادت المواجهة مع عملية الكرامة تستطيع إنهاء تواجد عملية الكرامة في ظرف ساعات، لا أقول أيام أيضا، لكن المرحلة هذه تتطلب عامل مهم جدا وضروري، ألا وهو تحييد بعض القواعد الجوية التي تنطلق منها الطائرات التابعة لعملية كرامة، كمدرج راس لانوف. هذا مهم جدا، لأني أخشى أيضا على نقطة هامة جدا، أن تستغل هذه العناصر الإجرامية التي اعتبرها مرتزقة في المقام الأول مع بجانب العدل والمساواة والعصابات الشادية التي احتلت واقتحمت المواني النفطية، وهذا بإعلان حتى المنشق عن عملية الكرامة المهدي البرغتي عندما قال إن من هم يسجدون في الهلال النفطي هم العدل والمساواة. طيب سيد عبد الكافي، أن يتم حرق المواني النفطية. نعم نعم.